في هذه الحالة ديال الطوارئ وديال الحظر الصحي اللي مر منها لمدة دابا تقريبا 3 شهور لجميع الإخوان السائقين كجميع المواطنين المغاربة يعانون، ولكن ثاني المعاناة ديال سائق سيارة الأجرة كاينين اختصاصات وتخصصات في المعاناة وهي تختلف من فئة إلى أخرى، وكذلك قضية المعدنيات، قضية هذه الأمور ديال خلاص ديال الكراء ديال المعدنيات، كذلك الامر ديال السلف ديال السيارات ديال القروض للابناء ما داروا والو، كذلك التامين، كذلك هذه الامور ديال الرخص الاستثنائيه للتنقل ما بين المدن، كذلك التنقل ما بين المدن في داخل الجهه اللي مشكور السيد الباشا اللي كنا درنا معاه مؤخرا واحد الاجتماع على قضيه هذا الامر ديال التنقل ما بين المدن اللي محسوبين على جهه مراكش اسفي، اللي تم الاتفاق على تسهيل هذه الرخص الاستثنائيه التي تهم الجهه. اما فيما يخص الرخص الاستثنائيه التي تخص المدن المغربيه كمثال تنقل ما بين مراكش الدار البيضاء مراكش اكادير، كما تعلمون انه دابا باقي مراكش مصنف من الدرجه الثانيه والمدن الاخرى مصنفه في الدرجه الاولى، الامور اللي مصنفه في الدرجه المدن اللي مصنفه في الدرجه الاولى راه العمل ديالها راه عادي، اما بالنسبه لمدينه مراكش باقي تحتاج هذاك الترخيص الاستثنائي ما بين المدن. وبالنسبه لهذا الترخيص هذا بالضبط خلق لنا عده مشاكل، لانه ديك لا بروسيدور باش غادي تمشي تشد هذاك الترخيص تطلب عده ديال الادارات وعده ديال التساؤلات، وتنطرحوا تساؤلات. كاينين الناس اللي تيتوفروا على هذه الرخصه عاديه ما معكيش المشكل، وكاينين الناس اللي ما تيتوفروش عليها وتيتجاوبوا من طرف الاداره بالرفض. والطريقه القانونيه اللي كاينه هو انه تدفع واحد الطلب انت وداك الشخص اللي بغيتي تمشي اللي بغيتي تدي كسائق سياره الاجره، هذاك الزبون تدفع الاوراقات ديال السياره ديالك والبطاقه الوطنيه والكارت غريز البطاقه الرماديه وداك الطلب وتدفعهم للسيد الباشا، والسيد الباشا تيدفع داك الشيء للولايه وتيتسنى الرد من المدينه المستقبله. اذن في اغلبيه الاوقات هو انه تيتم يا اما الرفض واما عدم الرد، واما تيبقى الانسان غادي يجي تيعد في راسه وتيمشي في حالته. وتنتفاجئوا هذا الانسان اللي دار هذه الطريقه القانونيه وبيمشي بطريقه قانونيه تنتفاجئوا به بانه في الاخر تنعيطوا ليه في التليفون نقول لهم مضروب جديد الترخيص يقول انت راه وصلت. منين حنا كسائقي سياره الاجره وكنقابه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب درنا واحد المبادره، نزلنا للساحه لقينا بعض الناس من بعد ذاك القرار ديال وزاره الداخليه اللي خرج بانه الشركات تيتنقلوا وتيديروا هذه الامور هذه، لقينا بعض الناس تيكريو سياره المعده للكراء وتيعتمدوا على هذوك الطوابع ديال بعض الشركات وتيدخلوا هذاك الزبون معاهم كانه عامل معاهم في ديك الشركه. اذن رجال المراقبه لا من الامن ولا من رجال المراقبه لا من الامن ولا من الدرك، منين تيوقفوا هذاك الشخص تيعطيهم الرخص يقول لهم هاد الناس معنا في الشركه تيقول ليه دوز، ولكن هاد الناس يتحايلوا على القانون. مشكورين للاخوان ديال الامن وديال الدرك لانه كاين معاهم دابا اتصالات على اساس باش يخدموا على هذا الامر هذا الله يجزيهم بخير، ومشكورين الاخوان ديال الدرك الملكي يمكن الفرقه ديال الدراجات بشيشاوه باقليم شيشاوه تمكنوا باش يوقفوا بعد هذه الامور هذه، وراه ضبطوا بعض الرخص اللي مزوره وبعض الرخص اللي غاديه بهذه الطريقه وتتحيلوا على القانون. لهذا حنا كسياره الاجره تنعانيو من هذا الامر هذا، ناهيك على الامر بانه راه ما كاينه لا خدمه لا والو، الناس راه مازال ما كاينه لا خدمه لا والو، حنا باقي عندنا الحظر الصحي وباقي عندنا حالات الطوارئ، ولكن متى تجي شي حاجه بحال هكا شي طارئ تلقاو فيه هذه الامور هذه المستعصيه. وتنتمناو من الجهات المسؤوله هو انه يسهلوا هاد لا بروسيدور ديال التنقل ما بين المدن. اما بالنسبه للجهه اللي حدي الحمد لله كاينين الامور اللي تسهلات، رغم انه سائق سياره الاجره واعي بالامر الصحي ديال المواطنين وديال اللي الهم اللي دايره الدوله على صحه المواطنين، وهذا الشيء تيتفشى مرة حنا تنطلبوا من الله يهز عنا هذا البلاء وهذا الوباء ويكونوا ونخرجوا من هذا نخرجوا منها باقل الخسائر. بغينا نعاودوا شويه على المعاناه اللي تنعانيو في هذه المحطه الخطوط الوطنيه اللي هي على مستوى 7 رجال. خويا تنعانيو بزاف مده 3 شهور هذه وحنا تنعانيو في هذه المحطه،
من بعد تلقاو بعض الخطافه اللي هما الناس اللي تسموا بالنقل السري اللي هما واقفين معنا وقاعدين مع حدانا في جنابنا ملي تنهضروا حنا مع الناس وتنبغيو نديروا اجراءات قانونيه ومشيو نشدوا ديك الرخص الاستثنائيه تلقاو شويه ديال العراقيل من بعد نشوف بقاو واقفين حنا وهذوك الناس هذوك الزبائن حدانا واحد شويه تلقاوهم عند الناس اللي جاوا النقل السري ولينا تنتخبطوا مع اصحاب النقل السري ما حيلتنا نتجهوا معاهم للمراقبه ديال الامن ولا ديال الدرك ولينا تنعانيو معاهم بزاف ورزقنا تيضيع علينا حنايا على الاقل الا كنا حنا في المنطقه جوج يعطيونا واحد التصريح ديال واحد المنطقه جوج نكونوا يعيشوا فيها الناس راه الناس راه تقهرات الله يجعل السلامه والعافيه في هذا الوباء هذا وراه الناس كلهم تيعانيو ماشي غير انا ولا راه بغض النظر على 1600 سياره كاينه في مراكش اللي هي سياره كبيره راه تتعاني في هذا القطاع هذا. انا اناشد السلطه المحليه ديال مدينه مراكش اللي مكلفه بشارع 11 يناير بانه هذا الشارع هذا ديال 11 يناير من رومبا ديال المحطه الطرقيه النادي الكوكب الرياضي تيوقفوا النقل السري وتهزوا لنا البلايص ديال الدار البيضاء وديال اكادير وديال كل شيء. انا اناشد السلطه المحليه والقطاع الخاص ديال سياره الاجره بانه هاد البلاصه هذه ديال 11 يناير تيوقفوا لنا فيها النقل السري وارجوكم راه الله يرحم لكم الوالدين حتى حنا راه غادي نوقفوا هنا وارجوكم الله يخليكم حاولوا حنا راه مقدرين هاد الوقت ومقدرين العمل اللي كتقوموا به ولكن حتى حنا راه مضرورين